للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الريحانية الخبير العسكري السوري الأستاذ أديب العلاوي. مرحبا بك أستاذ أديب. النظام السوري مستمر بقصف ريف إدلب وينتهك اتفاق سوتشي، ما آخر التطورات الميدانية؟ نعم، مساء الخير، تحية لكم وتحية للمشاهدين. يعني حقيقة آخر تطورات هو كما بدايتها النظام، أو بالأصح روسيا هي التي تقوم بالتخطيط والتي تقوم بالتنفيذ. النظام هو أصبح ذراع عسكري لروسيا التي تحتل سوريا احتلال كامل الأركان. اليوم ومنذ أكثر من شهر يقوم الطيران الروسي وطيران النظام بتهجير الأهالي كمرحلة تسبق التقدم إلى هذه النقاط. ونحن نلاحظ أن روسيا التي يعني تحاول السيطرة على الطرق الدولية سيطرت على خان شيخون منذ حوالي أكثر من شهرين، ومن ثم الآن كمرحلة ثانية تحاول السيطرة على معبر النعمان. ماذا تريد من السيطرة على هذه المناطق أستاذ أديب؟ نعم، يعني المشاهد أن النظام وحلفاء النظام يتحركون بعمليات كبرى كل بضعة أشهر مثلما تحدثتم لإفراغ مناطق جديدة من سكانها والسيطرة عليها، ماذا بعد السيطرة عليها؟ ما هو الهدف الاستراتيجي التكتيكي؟ الهدف اللي هو من أجل فتح الطرق الدولية التي يعني تربط يعني حلب بدمشق ومن ثم باتجاه الأردن. هذه الطرق الدولية التي هي أحد أجزاء الاتفاق الذي تم في سوتشي. يعني دعني أقول أن يعني اتفاق سوتشي واتفاقات أسيتانا يعني التخاذلية دعنا نسميها، الحقيقة يعني لم تنفذ إلا هذا الجزء يحاولون تنفيذه. وبالتالي أنا أقول هناك صمت دولي، هناك صمت للمجتمع الدولي. ما سبب هذا الصمت الدولي؟ أنطونيو غوتيريس أيضا طالب بوقف فوري لهذا التصعيد العسكري، ولكن المجتمع الدولي صامت تجاه عمليات القتل البشعة، ما سبب هذا الصمت الدولي؟ الحقيقة يعني الصمت الدولي يتركز رقم واحد في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أصبحت كل الدول تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أوروبا هناك صمت أوروبي، ولكن أوروبا حتى لو تكلمت الحقيقة لم يعد أي قيمة لكلام لا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا حقوق الإنسان ولا أوروبا، لم يكن هناك يعني دعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة هناك الكثير من الملفات. يعني الآن نلاحظ أن حتى الملف الليبي له تأثير. يعني تتماهى الآن يعني بعض الدول الأوروبية مع روسيا في الملف الليبي. وبالتالي أنا أقول أن الموضوع يعني طيب يعني ثمة يعني هناك من يرى، أعتقد أن روسيا الآن الصمت الدولي تجاه روسيا هو في ليبيا وليس فقط من أجل سوريا، لكن سوريا تركت إلى مصيرها من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هو صراع ونفوذ ربما. هناك من يرى أستاذ أديب أن المجتمع الدولي يريد أن يفرض أمر واقع يمهد لخيار الحل السياسي الذي ترفضه بعض القوى، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ يا سيدي هذا الكلام لا يعني ليس له أدنى مقومات الصحة. نعم. يعني إذا كان هناك اجتماع كان اجتماعات من أجل اللجنة الدستورية وتقوم روسيا وميليشيا النظام بقصف المدنيين وتهجيرهم أثناء يعني اجتماعات اللجنة الدستورية، أليست اللجنة الدستورية أسست من أجل أن يكون هناك يعني تفاهمات معينة من أجل الحل السياسي؟ لكن الحقيقة النظام حتى وزير خارجية النظام منذ يومين قال لا يوجد حل سياسي، الحسم هو الحسم العسكري. طبعا وزير خارجية النظام لم يتكلم من بذات أفكاره، ولكن الحقيقة هو ينفذ الأجندة الروسية التي تقول بأن الحسم العسكري هو الحل وليس الحل السياسي. دائما ما يدفع سوء العلاقة التركي الروسي في ليبيا أدى إلى هذه الكارثة الإنسانية. منذ أكثر من شهر تقوم روسيا بقصف وتهجير المدنيين للضغط على روسيا، والموضوع للأسف يعني حظ الشعب السوري هكذا. يبدو أن المدنيين في جزيرة القرم عندما احتلتها روسيا سيكون هناك غضب أوروبي وسينعكس إيجابيا على الشعب السوري، انعكس سلبا. اعتقدنا أن الخلاف التركي الروسي في ليبيا سينعكس إيجابا على الثورة السورية، حقيقة انعكس سلبا وليس إيجابا. للأسف حظ السوريين هكذا، وتعيش فجأة الآن
الشعب السوري يعيش أسوأ أيامه في ظل هذه الظروف، وهو مشهد من مشاهد يوم القيامة الحقيقة. وروسيا تقوم بالقتل الممنهج للشعب السوري ولن ننساه، لا الآن ولا الأجيال القادمة. نعم، نشكرك شكرا جزيلا الخبير العسكري السوري الأستاذ أديب العلوي، كنت معنا عبر الهاتف من الريحانية.